محمد اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. أدم الصلاة أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. وابنة موسى ربة المفاخر، سليلة الأئمة الأطاهر، جوهرة مكنونة مطهرة، تشع في أيدي كرام بررة، غنية تبقى عن التعريف، غنية تبقى عن التعريف بعد المقام الطاهر الشريف. لكنما المدح لها تقهقرا، فهي بنور الله تسمو في الورى، حورية تزهر منها الجنة، ونفسها الحرة مطمئنة، سمية الزهراء في الزمان وحبها سفينة الأمان. اللهم صل على محمد. مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، والله لما بدأ خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم أم الكتاب وما جاءت به السور. تصادف هذه الليلة ذكرى ولادة السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليها وعلى آبائها الطاهرين، كرامة لهذه السيدة الجليلة نقرأ شيء من سيرتها المطهرة
وأول ما نقف عليه مكانة المرأة عند أهل البيت عليهم السلام. المتتبع لسيرة الأئمة الطاهرين بل وسيرة الأنبياء، مو فقط الأئمة، القرآن ما جعل المرأة في زاوية من زوايا المجتمع، بالعكس لما نلاحظ القرآن الكريم وسيرة الأنبياء دائما المرأة تتصدر. مثلا هناك سورة في القرآن باسم النساء، سورة كاملة باسم السيدة مريم صلوات الله وسلامه عليها. الله قدم نماذج من نساء العالمين، خير نساء العالمين أربع نساء نماذج الله سبحانه وتعالى جعلهم للكمال الإنساني، مو فقط إلى المسلمين، مو فقط إلى كل البشر، جعل هناك نماذج إنسانية للمرأة بل نماذج عالمية للمرأة. خير نساء العالمين أربع. وقدم القرآن ضرب أمثلة، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، الله جعلها مثال وقدوة إلى أهل الإيمان إلى أهل الكمال، أن هذه المرأة باستطاعتها أن توصل إلى مراحل التكامل البشري. البعض كان ظن، شوف الأمم السابقة الجاهلية مثلا، حتى الأمم اللي عاشت في أوروبا عاشت في أفريقيا، كانت تجعل المرأة في زاوية منحصرة، المرأة حتى كانت تباع وتشترى. كانت في الجاهلية المرأة مثل ما يورث الإنسان الأموال وورث الحيوانات وكذا، وأولاده يورثون هذه الأموال، كذلك نساء يورثونهم، حالهم حال بقية الأمتعة، حالهم حال بقية الممتلكات. لكن لما جاء الإسلام لا، بالعكس جعل للمرأة مكانة، ما أحد زايد على الإسلام. الآن الغرب لما يقدم نموذج المرأة شوفه بعيد عن التكامل البشري، بعيد عن التكامل الإنساني، يطرحون المرأة على أنها سلعة ودعاية وإعلان رخيص جدا وتعري على الشاشات. هاي المرأة، هاي نموذج المرأة اللي يطرحها الغرب، بينما الإسلام قرب لنا هذه المسألة. نموذج التكامل البشري جعله في كثير من النساء، من ضمن هذه النساء مريم ابنة عمران، من ضمن هذه النساء مثلا خديجة بنت خويلد، فاطمة الزهراء، آسية بنت مزاحم صلوات الله وسلامه عليهم، إلى درجة أن يقول القرآن ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. وهذه النماذج عامة في القرآن الكريم. أما عند أهل البيت عليهم السلام فالمسألة تختلف. شوف لذلك حتى في سيرة الأنبياء، سيرة الأنبياء كل نبي من الأنبياء لابد أن تظهر امرأة إلى جانبه. لاحظ مثلا موسى ظهرت شخصية امرأة فرعون، نبي الله عيسى بالذات أولي العزم، الأنبياء أولي العزم، نبي الله عيسى ظهرت شخصية مريم، نبي الله إبراهيم ظهرت سارة وهاجر وما لهم من دور في جهاد هذا النبي، وكذلك في حياة نبينا محمد اللهم صل على محمد، في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظ الفترة ما قبل هجرة النبي كان هناك دور كبير إلى السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها. السيدة خديجة أدت دور كبير إلى درجة أنه جاء في الروايات قام الإسلام على ثلاث، ومن ضمنها أموال خديجة وأخلاق النبي وسيف علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه
المقومات اللي أدت إلى ارتكاز الإسلام كان هناك دور إلى هذه المرأة. أما في حياة أهل البيت عليهم السلام كل الأئمة بلا استثناء كل الأئمة بدون استثناء هناك دور بارز للمرأة في حياة كل إمام من الأئمة. إذا نظرنا مثلا إلى حياة أمير المؤمنين تظهر شخصية فاطمة بنت أسد، تظهر شخصية فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نظرنا إلى حياة الحسن والحسين هناك السيدة زينب عليها السلام، بنات الإمام الحسن، بنات الإمام الحسين، دور كبير، دور إعلامي كبير أدوه هؤلاء النساء في واقعة كربلاء. ولولا دور السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها لضاع جزء كبير من واقعة كربلاء، كل ضاع، صار طي النسيان والكتمان. لها خطب مشهورة ومعروفة دوت في مجلس يزيد وفي مجلس الطغاة من بني أمية، هذا دور الحوراء زينب سلام الله عليها. بقية الأئمة بنات الإمام زين العابدين، أم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بنات الإمام موسى بن جعفر، ومنهم السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليها صاحبة هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في شفاعتها إن شاء الله. أول صفات هذه المرأة أو نبذة من حياتها، ينقل لنا التاريخ أنها ولدت سنة 173 للهجرة، وكانت وفاتها سنة 201، يعني إجمالا عاشت هذه المرأة إلى ريعان شبابها 28 سنة. لم ينقل التاريخ أنها ارتبطت وتزوجت، وهكذا أكثر بنات الإمام موسى الكاظم عليه السلام. هاجرت من مدينة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت لما يعني تنظر إلى الظروف اللي عاشوها أبناء الإمام موسى الكاظم عليه السلام، ظروف غريبة وعجيبة. تلاحظ مثلا أبناء الإمام الكاظم حسب ما ينقلون علماء الأنساب أنهم يصلون إلى قرابة 32 ولد وبنت. ذولا هاجروا، أكثرهم هاجروا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، هاجروا إلى بقاع الأرض. يعني لما تتبع الآن خارطة العالم الإسلامي تشوف قسم من أبناء الإمام الكاظم موجودين في مصر، مصر، قسم من أبناء الإمام الكاظم عليه السلام انتقلوا إلى العراق. لما تشوف خارطة العراق إيش كثر مزارات اللي نعرفها إحنا قليل، اللي نعرفهم قسم قليل، لكن ما خفي عنا أكثر. أحيانا نصير بعض مثلا الإمام الرضا عليه السلام في مشهد بجانب ضريح الإمام الرضا عليه السلام، شوف مدينة مشهد إش كثر بعيدة، بجانب ضريح الإمام الرضا عليه السلام بين أزقة خراسان ومشهد هناك في الأسواق يوجد ضريح إلى السيد محمد ابن الإمام الكاظم عليه السلام، أخو الإمام الرضا. هذا تقريبا شخصية مجهولة، أكثر الزوار يروحون هناك ربما لا يزورون ذلك الضريح، لكن هناك في شيراز مثلا موجود السيد أحمد ابن الإمام الكاظم المعروف بشاه شراب، السيد محمد العابد ابن الإمام الكاظم عليه السلام. هذا فقط في شيراز. تطلع بعض نواحي إيران تلاحظ هناك مزارات كثيرة إلى أبناء الإمام الكاظم. في العراق كذلك القاسم ابن الإمام موسى الكاظم،
صلوات الله وسلامه عليه، المدفون بالحلة وغيرها من المشاهد والقبور. المتتبع إلى هذه الأمور يصل إلى نتيجة أن الظروف اللي عاشها الإمام الكاظم عليه السلام في ذلك الوقت ألزمت أبناء أن يهاجروا إلى هذه الأماكن البعيدة والنائية. ولكن سبحان الله، كل بلد نزل فيها أبناء الإمام موسى الكاظم عليه السلام شاء الله أن يجعلوا فيها راية إلى مذهب أهل البيت. يعني هم أرادوا بهم سوءا، أرادوا قتلهم، أرادوا سجنهم، أرادوا إقصاءهم، لكن في الواقع ارتد هذا الكيد على نحور أولئك الأعداء، صاروا دعاة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. قم، يعني ربما قم لها ميزة، قم احتضنت التشيع. بعض أبناء الإمام الكاظم في ذاك الزمان، الحلة في ذلك الزمان زين ما كانت شيعية، ما كان التشيع منتشر، كان الإنسان يخاف أن يبرز ويبين مذهبه، فضلا عن نسبه، إذا علموا أنه من أبناء موسى بن جعفر ربما يقتل. لذلك مثل ما قلنا انتشروا في أماكن لم تكن معروفة بالتشيع، منهم من بقي في المدينة، منهم في مكة، منهم من هاجر إلى عمان، منهم من هاجر إلى البحرين في القرن العاشر تقريبا. وذراري الإمام موسى الكاظم عليه السلام، كثير من ذرية الإمام موسى الكاظم هاجرت إلى البحرين، ومنهم السادة المعروفين حفظ الله الجميع إن شاء الله وثبتنا على ولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. إذن هذه الهجرات مو فقط كانت هجرات لمجرد مثلا طلب الرزق، لا أبدا، كانت هجرات سياسية. لكن اللي وقع أنهم نشروا مذهب أهل البيت، منهم العلماء ومنهم الفقهاء ومنهم المحدثون الذين رووا أحاديث عن أبيهم الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليه. تفضلوا شيخ. فلذلك هؤلاء الأئمة عليهم السلام أو أبناء الأئمة عليهم السلام نشروا هذا المذهب في بقاع الأرض، أينما ذهبوا نشروا مذهب أهل البيت. ومن هؤلاء السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم سلام الله عليها، المعروفة بكريمة أهل البيت. هذه من ضمن ألقابها. طبعا هذه الألقاب ربما لا تكون في روايات، ولكن الناس عرفوا هذه السيدة بهذه الصفات لكثرة الكرامات عند قبرها الشريف، سميت بكريمة أهل البيت. البيئة اللي احتضنت هذه السيدة كانت بيئة شيعية، وهذه ميزة موجودة عند قم. ربما بقية الأماكن في ذاك الزمان ما كان التشيع، إيران ما كان فيها تشيع، ما كانت شيعية إيران، ولكن في هاي المنطقتين في قم وخراسان من زمن الإمام الصادق عليه السلام كانت هاتين المنطقتين مناطق شيعية، وفعلا استقبلوا هذه السيدة. طبعا هناك الرواية المعروفة أنها قد توفيت في حياة أخيها الإمام الرضا عليه السلام. وهناك احنا ما نقول رواية، واقعا ما اطلعت على الرواية، ولكن أقوال شعراء. يعني أحيانا ذهنيتنا وطريقة تعاملنا مع الأحداث التاريخية من وين ناخذها؟
من الشعراء، ما نبحث ربما تشوف بعض الشعراء القدامى مثل ملا علي بن فايز مثلا، مثل الشعراء الكبار صاغوا بعض المواقف وجابوا بعض الأبيات وصارت هذه الأبيات مشهورة وتناقلوها الناس على أنها حقيقة. هو يبين ملا علي بن فايز في بعض أبياته أنها جاءت إلى قم فرأت أعلام سوداء منشورة، سألت فقالوا لها أن الإمام علي بن موسى الرضا قد استشهد فماتت حزنا وكمدا، وهاي الصورة اللي ينقلها. لكن هل هي رواية أم هي لسان حال؟ هي مو رواية واقعا. أكثر الروايات تؤكد أنها ماتت في حياة أخيها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليها. عموما هذا بالنسبة إلى حياتها. بالنسبة إلى مكانتها، هناك من ينقل في كتاب تاريخ قم ينقل هذه الحادثة عن مكانة هذه السيدة الجليلة، عن جماعة وفئة من المؤمنين جاءوا يسألون الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يسألونه بعض المسائل. فجاءوا إلى منزل الإمام موسى الكاظم، أخبروا أن الإمام ليس بالبيت، وكلمتهم إحدى بنات الإمام، ماذا لديكم؟ قالوا لدينا بعض المسائل جئنا بها إلى الإمام موسى بن جعفر. فأخذت تلك الرسائل وكتبت أجوبة إلى تلك المسائل وأعطتها إليهم. هم في الطريق أخذوا هذه الأجوبة وعرضوها على الإمام، التقوا بالإمام موسى الكاظم عليه السلام، فنظر في تلك الأجوبة وقال فعلتها فداها أبوها، أقر تلك المسائل وتلك الأجوبة العلمية. وهذا يبين مكانة هذه السيدة الفاضلة والعظيمة عند أبيها الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك عاشت بقية حياتها أو ما تبقى من عمرها الشريف في مدينة قم المقدسة. استقبلها أهل قم بكل حفاوة لما أن هاجرت إلى أسباب من ضمنها ضغط الدولة العباسية وتضييقها على أبناء الإمام موسى الكاظم عليه السلام. هاجرت صلوات الله وسلامه عليها من المدينة إلى قم واستقرت في قم المقدسة. ببركات هذه السيدة الآن أصبحت قم هي عش آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. أصبحت قم عش أهل البيت عليهم السلام. الآن قم هي مركز للمرجعية الشيعية، طبعا بينها وبين النجف الأشرف دور كبير إلى المراجع والفقهاء والعلماء، وأكابر فقهاء الطائفة يدفنون في روضتها المقدسة بجوارها صلوات الله وسلامه عليها. سيد الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول كثير من الكرامات والبركات التمسناها من قبر هذه السيدة المعظمة، كثير من الكرامات والبركات أخذناها من هذه والتمسناها من هذه السيدة العظيمة المعظمة. ولذلك من يذهب إلى قم رزقنا الله وإياكم زيارتها، يقف عند ذلك القبر يجد هذا النور، يجد هذه الكرامات، وعرفت بكريمة أهل البيت كما عرفت بالسيدة المعصومة. وكلمة المعصومة عادة في الفكر الشيعي أن الاسم المعصوم يرتبط بالأئمة عليهم السلام، يرتبط بالأئمة،
ولكن هناك من النساء طبعا هذه العصمة ليست هي العصمة الواجبة اللي يتكلمون عنها العلماء في الكتب العقائدية، ولكن الإنسان إذا خرج من منبت طيب يأخذ هذه الصفات، الإنسان اللي يخرج من المنبت الطيب يأخذ هذه الصفات الطيبة، يأخذ هاي الكرامات. إذا يعيش في بيت كله طهر يأخذ الطهارة وياه، إذا عاش في بيت فيه علم يأخذ من هذا العلم حتى لو لم يكن عالم. شوف بعض أبناء العلماء هو مو عالم، لكن لما تجلس وياه تشوف صفاته أخلاقياته، لأن البيئة اللي هو تربى بيها بيئة علم، بيئة نقاء، بيئة أخلاق، بيئة تدين، هو ينشأ متدين، هو ينشأ متدين. فما بالك بالذي عاش مع المعصومين عليهم السلام، سأبوها معصوم، أخوها أيضا من المعصومين من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، بلا شك يأخذ من هذه الصفات العظيمة والطاهرة. من كراماتها ننقل هذه بعض ما نقل عن السيد المرعشي في كتاب كرامات السيد المرعشي. السيد المرعشي من ضمن الكرامات اللي نالها في حياته ينقل هذه القصة، ونقلها صاحب كتاب منتقم حقيقي، كتاب بالفارسي وترجم عن حياة السيد. هذا الكتاب أو الكاتب ينقل عن لسان السيد المرعشي في سنة من السنوات لما أرادوا بناء حرم السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. كان بناء قديم، يعني هذه الأبنية الآن حرم الإمام الحسين عليه السلام، حرم أمير المؤمنين، احنا نشوفه بناء قائم لكن عمره ما يعني يقارب 400 سنة، ده بناء قديم جدا جدا، هاي الأبنية قديمة بنيت في زمن الدولة الصفوية، ولكن الآن خبرك تقادم الزمان يعني يؤدي إلى ضعف هذه الأبنية. عموما في زمن السيد المرعشي ينقل هذه القصة، لما أرادوا انهدم جزء من القبر الشريف، وكان ممن نزل إلى هذا القبر لوضع بعض الأعمدة وكذا مع البنائين، نزل السيد المرعشي رحمة الله عليه الفقيه الكبير، ودخل إلى الغرفة أو إلى السرداب الذي فيه قبر السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. هو ينقل السيد يقول: رأيتها كأنما هي نائمة في قبرها. تتكلم عن سنة كم؟ من 201 هجريا إلى يعني السنة اللي دخلها السيد 1380 ربما هالحدود أو أكثر بقليل. هذه السنوات الطويلة جدا لم يتغير ذلك الجسد الطاهر. هذه كرامات يخص الله بها من يشاء. يقول: رأيت على وجهها سمرة أهل الحجاز، سمرة الحجازية، بدنها ما تغير، وجهها ما تغير أبدا وما طرأ عليها أي تغيير. نفس السيد المرعشي ينقل عن والدة أيضا، السيد محمود المرعشي أيضا من كرامات السيدة، واللي يعني لهذا السبب انتقلت هذه العائلة من النجف، هو اسم السيد المرعشي النجفي ومقيم في النجف أساسا، لكن انتقل إلى جوار هذه السيدة من هذه الكرامات التي رآها من السيدة فاطمة المعصومة. من ضمن هذه الكرامات ما ينقلها أيضا السيد في نفس المصدر أن والده السيد محمود رحمة الله عليه، وهو أحد فقهاء والنجف الأشرف، انتقل من النجف إلى قم المقدسة لما أن أخذ يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى
بأشهر معينة وبزيارة مسجد السهلة، هذه عادة موجودة عند العلماء. إذا عند واحد حاجة كذلك المؤمنين، أيام ما كانت العراق تضج بأهل الإيمان الفقهاء والورعين وأهل التدين وشيعة أهل البيت عليهم السلام، يقول كان من العادة أنه من لديه حاجة يزور مسجد السهلة 40 يوم أو 40 ليلة يقضيها في التوسل وفي العبادات والتوسل إلى الله جل وعلا. بعد هذه الأيام ينال بركات الالتقاء بصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا يلتقون بالإمام مو بالضرورة في نفس المكان، ولكن تحصل لهم كرامات كثيرة. هو السيد طبعا ما نقل هذه الحادثة إلا بعد وفاته، ونقلها إلى جمع من طلبة المقربين أن والده لما بدأ في زيارة مسجد السهلة والتوسل إلى الله قبل انقضاء هذه 40 يوم رأى في عالم الرؤيا، رأى في عالم الرؤيا جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبدأ يعني يطلب من جد أمير المؤمنين السبب في زيارته والسبب في توسله. أقول أنا أريد فقط أن أعرف أين دفنت أمي فاطمة الزهراء، قل ما عندي طلب للدنيا ولا شيء، بس أريد أن أعرف أين دفنت جدتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فقال له أمير المؤمنين اعلم أن هذا سر من أسرار آل محمد صلى الله عليه وآله، ولكن إذا أردت أن تزور أمك فاطمة الزهراء فزر قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر، فمن زارها كان كمن زار أمها فزار أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وهذا أيضا يعني إحنا ما نتكلم عن رواية، عن تجربة مر بها الإنسان، ومو بعيد إحنا عدنا روايات إن لم تستطع أن تزر الإمام الحسين عليه السلام بالنسبة لشيعة الري طهران فزر قبر عبد العظيم الحسني، واحد من ذرية الإمام الحسن عليه السلام، زيارة قبره كأنما هي زيارة لقبر أبي عبد الله الحسين، يعني فيها من الثواب فيها من الفضل. وكذلك زيارة السيدة فاطمة المعصومة رزقنا الله وإياكم زيارتها. هذه الليلة هي ليلة مولد السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، ونسأل الله أن يدخلنا في شفاعتها وأن يرزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها إن شاء الله، ويجمعنا الله عز وجل وإياها في دار كرامته ببركات محمد وآل محمد